انا صار يا شيخ اني انا مسافر برا مصر ايه وربنا رزقني وجمعت مبلغ فرفضت اني احطه في البنك لاني مش استفيد من فوائد. ايه في واحد ثقة قال لي انا بشغله معك بشغله لك العقارات والشقق ونصب عليك ولا ايه؟ لا 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 ثقة، لكن قال لي انت ونصيبك في الارباح، حصلت الشهر 1500 100 200 انت ونصيبك معك. ايه وبعدين؟ حرام. بس هي لا مش حرام لا 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 مش حرام، مش حرام. بس انتبه يا اخي يكون نصابين، بس انتبه لهذا وخذ خذ مش خايف غير ان الارباح دي تكون فيها حرام؟ لا 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 مش ليس فيها حرام ان شاء الله.